بسيطه. لك شلون بسيطه؟ انا قلت لك شغله كثير كبيره كثير كبيره. يلا مو لهالدرجه روقي. لك يا ناقيه فهمي علي، انا بعشق الارض اللي بيمشي عليها ايمن، بس والله العظيم رغم كل هذا الحب بكره لما بده يجي يطلبني اذا ما كانت فرحته وضحكته على وجهه ماني موافقه. إيه لا لا اكيد رح يجي ورح يكون مبسوط، يعني رد فعله اليوم ماله مفهوم، مو هذا ايمن اللي نحن بنعرفه، فاكيد هي حاله مؤقته. بعدين لا تزعلي مني، ما هو حق بشقفه منها. بشو بالله؟ يعني كان من حقه انك تخبري انك ناوي تقولي لابوكي. لا تقولي لي تاخذتي بالعواطف، ابوك امبارح كان كثير متفهم لما قلتي له بكره بحكي لك، يعني كان معك امبارح واليوم الصبح لحتى تخبري ايمن. بقى في شيء من قصة فرض امر واقع مثل ما قال ايمن. لك لا يا نادية، ما انا والله بعرف انه ما في شيء مقصود، بس بعقلك باطن مبلا نسياني انك انت من فتره كنت عم تشككي بمشاعره وحبه لإلك. مبلا بس رجع مشي الحال. ايه مشي الحال مزبوط، بس ضل في عندك شيء جوا، ضل في عندك شيء من الخوف. يا نادية يعني اذا عندي خوف انا بفرض عليه امر واقع؟ ما هلا كنت عم اقول لك اذا ما كانت ضحكته ثابته ماني موافقه. طيب خلص بسيطة روقي. لك شلون بدي روق؟ إذا أنت شايفتيها مشكلة معناتها هو خلص خلص انتهى الموضوع. لا ما بتصور. ما بتتصوري؟ هلا هذا اللي طلع معك؟ يا الله يا الله يا رب. خلص حبيبتي خلص رحت. لا لا ما في أيمن.